حاب تشتري كوينز عندك موقع yufifa.com، استخدم الكود OCMZ عشان تحصل على تخفيض 5%. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اخوكم ريان OCMZ. اوكي، الحلقة الثالثة، الحلقة الثانية من بكجها. طيب، اللي ما شاف الحلقة الماضية والحلقة الأولى كانت بداية السلسلة، كانت هذه التشكيلة كنا بانينها على كوادرادو. ف نبدأ السلسلة على طول بدون ما نشرحها، اللي يبغى الشرح حق السلسلة ويبغى يفهم السلسلة يرجع للحلقة الأولى. ويلا بسم الله نبدأ نفتح باكجات. طبعا خلاص الأغلبية قالوا خلاص ريان اثبت على الله الحمد لله 5 باكجات. ف اوكي، او لامبرت نايس، او 81، ما اتوقع انه بنجيب على من 81. اوكي، شكلها انجليزية. طيب الباكج الثاني، بسم الله يلا يا لابا. اوكي سكيب على السريع، 77 ما نبغاك، خلاص شيل ودي نادي على طول، كوكسل الباقيين ويلا. 81 ما اتوقع ابد حظي بيزود عن 81، يمكن يطلع لنا لاعب 84 ما يجيب سعر حتى. الباكج الثالث يلا يوشيدا اكس اكس اكس. من ذا اللاعب؟ ايوه والله سرعته سريع يا عيال، والله سريع. خلينا نشوف بسعره. كبرونزي سريع يلا الروب 900,000. اوكي ما يجيب سعر حتى. شفت الواحد انا قمت، قلت ايوه يبوي يغطى على كريستيانو ذا. يلا 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 يلا، هذا الباكج الثالث، نفتح الباكجين، اخر باكجين الحين. ما اتوقع ان بعض من الانجليزيه فشكل بتكون خرافيه، يعني في خيارات، عندي خيارات كويسه، يعني عندي على طول فكرت ستورج 80 طاقته، يعني اقل من لامبرد. اوكي يوشيدا ثاني مره، نالدو كويس انه ما صار. اوكي عندنا باكج هديه بعد، كويس انه ما صار اعلى من لامبرد عشان ما ابغى اسوي تشكيله برازيليه. اوكي يلا بسم الله. باكج الاخير، بسم الله اخر باكج على سكيب سكيب على السريع. اوكي سكيب 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 سكيب. اوكي لو بوفون 86، سوينا ايطالية يا عيال، صراحة ما ودي اسوي ايطالية، ايش رايكم؟ طيب نعتبر ان الباكج هذا، نقول والله ما ادري صراحة، لكن ما ودي اسوي ايطالية مرتين واربعة، فهمتك علي؟ فبحاول اني اعوض وبافتح باكج سادس. انا ادري اغلبكم بيقول خلاص ريان المفروض طلعك لاعب، المفروض ما تكسر قوانين السلسلة وتسويك ايطالية، لكن انا صراحة ان بسوي ايطالية بتكون نفس، يعني غالبيتها نفس الحلقة الماضية. اوكي بوجبا باربو باريتيل، فهمتوا كيف؟ زي كذا. فبنعوض على اخر باكج ونشوف. اوكي ما في احد، فعموما خلاص راح نبني تشكيل على لمبرد، واعتذر عن هالشيء هذا. يلا راح اسوي التشكيله وارجع لكم. رجعنا لكم. لعبت مباراه قبلها، مباراه اشبه ما ادري كيف اقول لكم، لكنها زفت 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 من جد. كانت تشكيله طبعا غريبه شوي، كنت حاط ريمي وما ادري ايش، ما ادري، كانت غبيه الزبده. خاصه الحارس، كنت سلكت حارس ما رحت اشتري، وذا الزبده اني تمشورت او تعجزت اني اتمشور عشان اشتري تشكيله كويسه. قلت ابى اشوف اللي عندي اول وبناظر الناقصين. كنت حاط السي ام ناس ابو كلب، لين دخلت الموقع ونظرت اللي اللعيب اللي طاقاتهم في 81 وتحت، وهذه طلعت التشكيله. عموما عندنا في الهجوم ستورج، وعندنا الام شورلي وار ام، عندنا بنعرفه مراكزهم غريبه شوي، لانها مشوار، راح اشتري الحين بطاقات تحويل من ار ام ال دبليو، بتكلف في غير كذا مشوار. هذا الشيء الاول، هو بصراحه ما يعني ما ياثر. عموما عندنا في الكام دي براون، سي ام اللاعب اللي طلع لنا، لامبرد وفليني. طيب عندنا في القلب الدفاع كابول و ما ادري شو اسمك صراحه، توماس. اوكي توماس. عندنا هنا ارميرو ووكر. عندنا في الحراسه بيجوفيتش. طيب ندخل مباراه ونرجع لكم اذا شو. طيب تشكيله انجليزيه. اوكي يلا
اصبر 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 يا الله، حلوة حلوة حلوة، الله على السحبة. اطهد يا كبير كبير في الليني، الله الله الله. الو انسحب، اوكي يا حبيبي لا تقول لي ما تعتبر الفوز، ما ادري بس زود ان والله الجرة الحالة الحالة على 5 اهداف. اوكي يلا يا امير، يلا يا امير، امير 3 9 3 يلا ها يا حنفي ها، يلا اخلص علينا ساعة. اوكي شوف تشكيلتك، تناغم شوية مضروب 3 8، لا كويس يعني بس يعني ليس الافضل. بيعرف الحين وش التشكيلة، المانية والايطالية والانجليزية والاسبانية. هاي كي من حق التناغم 84، حلوة ارفعها ارفعها، ها دبل ثاني شوت كبي ام عاد، والله مبدع في الليني. كل لامبارد لامبارد رفعاتك راسياتك كابول، تستهبل تستهبل لا تستهبل، هالهجمات ما تضيع. روح روح يا شارلي، انت ضميرك انت ضميرك انت ضميرك، لا 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 عطها عطها، استر 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 يا حبيبي ما يرحم، اقسم بالله ما يرحم، يمين يسار امزع ابوها كبير يا سترج. خلص يا بالله، لا بالله ايش قاعد تسوون ذولي يا ابوي، قاعد يتفرجون. شوف 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 العاده، بس شوف ايش قاعد تسوي، تفرج شوف كيف طق راس ودخلت بينهم يا حبيبي. روح روح شارلي روح شارلي روح شارلي روح شارلي بالكعب يا حبيبي، كبير الدفاع. والله على حارس المرمى مثل هذه الكرات تحتاج الى توقيت. اوه دي براون، من زمان انا ودي امزح بك كبير دي براون، سمعني بس. هنا تنتهي الحلقة الثانية من سلسلة بكجها، اتمنى نلقى دعم نفس الحلقه الاولى، تقريبا 3000 لايك شيء خرافي. ان شاء الله نوصل برضه هالحلقه 3000 لايك، ففجر الحلقه لايكات ونشوفكم الحلقه الجايه او المقطع الجاي في مالة. بسم الله الرحمن الرحيم.